في إيمان تاني بنسميه الإيمان الوقتي. ليه بنسميه الإيمان الوقتي؟ الرب يسوع المسيح كان يعلم تلاميذه والناس بأمثال، فكان علمه بمثل الزارع والخرج الزارع ليزرع. كان ده موجود في إنجيل لوقا وموجود في إنجيل متى. ففي لوقا 8 عدد 13 نشوف الكلام ده اللي قاله الرب. يقول والذين، لما فسر الرب يسوع المسيح مثل الزارع، الذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلوا الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين. حين وفي وقت التجربة يرتدون. البذار اللي اترمت على الأرض المحجرة والأرض اللي فيها شوك، هل هذه البذار حصل عليها تغيير ولا قعدت بذار كما هي؟ ده حصل عليها تغيير. البذرة اتغيرت وطلعت ساق وظهرت. والبذرة دي لما ظهرت، لما جت جذور تضرب في الأرض أعاقها الصخور. ولما أعاقها الصخور ما قدرتش تكبر لغاية ما تكمل وتطلع ثمر. النتيجة إن البذرة اللي اترمت دي اللي حصل لها ماتت. في ناس كتير بيدخلوا الكنائس، ومرات احنا كخدام بنتخدع في الناس دي، وبنتخدع حقيقي، وبنظن ان مرات ان الناس دول يكونوا دول مؤمنين بجد. ليه؟ شفت واحد طلع علبة سجاير وراح مقطعها. شفت ناس في حياتي طلعوا افيون ومخدرات من جيوبهم وتركوها عند المنبر. المنظر جميل قوي ومشجع لينا كخدام جدا، بس ما فيش 3 4 شهور ولا 6 شهور ولقينا الاخ رجع للسجاير ورجع للدراجز مره تاني. طب ايه اللي عمله؟ اللي عمله انه البذره لما ترمت جوه قلبه ابتدت تتجاوب مع قلبه، لكن عنده تجارب معينه، وعنده محبه للعالم، وعنده محبه للمال، وعنده تجارب معينه. عندما دخل لقي الحياه مع المسيح، لان كل من يريد ان يعيش بالتقوى بيضطهد، فمش هيقدر يكمل بنفس هذه الطريقه. فالنتيجه انه مش قادر يكمل الايمان، فبدا يرتد ويرجع. ده لما يرتد ويرجع ما بيرجعش تاني مره للايمان. تبقى الايمان ده ماله؟ ايمان وقتي. زي ادي لك نموذج من الكتاب المقدس واضح قوي. فيلبس راح السامره وبدا يبشر في السامره. اتقابل مع راجل سحار اسمه سيمون. فسيمون لما آمن، الكتاب يقول عنه آمن واعتمد. طب لما آمن واعتمد، هل آمن واعتمد وبقى زي عامة الناس؟ لا، ده بقى خادم مع فيلبس. يقول كان يدخل ويخرج مع فيلبس. طب الناس لما يشوفوا سيمون داخل طالع مع فيلبس، شو يحكوا عنه؟ يا سلام، واو، الراجل السحار ماشي مع خادم الرب، حاجة عظيمة جدا جدا، حاجة روعة وحاجة بركة، صح؟ بس بعد كده اتكشفت الحقيقة. لما بطرس ويوحنا نزل ليصلي لكي يقبل الروح القدس، وهو لم يقبل الروح القدس لأن الروح القدس مش هيتخدع، لأن الله. فاتكشف قلبه، اتكشف خداعه، اتكشف الإيمان المؤقت. هو كل داخل كل في هذا الإطار بيمثل، لأن عارف أن فيلبس ضيفه هيمشي، عارف أن يوحنا وبطرس ضيوفه هيمشوا. مين اللي قاعد بالبلد؟ أعطني مواهب الله بدراهم عشان بعد ما تمشوا أنا أتاجر بالدين وأتاجر بالموهبة، وبدل ما أعمل السحر اللي كان متعب، لا، أنا تعلمت باسم يسوع المسيح أخرج الشياطين، حاجة سهلة. أعمل آيات وعجائب وتعلمت المهنة من فيلبس، يبقى دوم يمشوا من هون وكل واحد هعمل كده. ده إيمان ماله؟ إيمان وقتي. بس الإيمان الوقت ده إيه اللي حصل له؟ اتكشف. زي البذار اللي طرحت على الأرض المحجرة أو الأرض اللي فيها شوك ولم تكتمل. عشان كده يحذر الرسول بولس، يقول له من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا ليوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. يبقى ده الإيمان، ده نتيجته إيه بقى؟ الإيمان ده إيمان الحقيقة، عاطفي، مشاعر.